في مقطعين هذا يا إخوان سوف أسرب لكم باكج نجوم الأسبوع القادم هذا الخميس، رسميا النسخ أو الباكج الذي سوف يكون حاضر معنا هذا الخميس. أنا متأكد أن الكل يحلم أن تكون نسخه موجودة في حسابه يا أخي كريم. شاهد المقطع من أوله إلى آخره، وإذا كنت لأول مرة تشاهدني فلازم تشترك معي في زر الجرس. خلونا نوصل إلى في يوتيوب إلى 100,000 مشترك، وإذا كنت تشاهدني من تيك توك فلازم تشترك معي يا أخي كريم في زر الجرس. وكل هذا يا أخي كريم تشجيعا لي للمزيد من المقاطع إن شاء الله. أما الآن إخوان سوف ننتقل مباشرة في موضوع مقطعنا يا أخي الكريم. وكما يعلم الكل هذا الأسبوع يعني التوقف الدولي أخي كريم لسوء الحظ، يعني لن يكون حاضر معنا باكج خاص بالأندية، ولكن أرشح بنسبة يعني كبيرة أن هذا الخميس سوف يكون باكج أسطوري إن شاء الله. ملاحظة أخي كريم، يعني هناك توقعين، التوقع الأول أن هذا الخميس سوف يعني يكون حاضر معنا باكج خاص بالمنتخبات ولكن بنسبة قليلة لسوء الحظ، لأن هذا الأسبوع لم تلعب مباريات كثيرة خاصة بالمنتخبات يا أخي الكريم، ولكن أتوقع بنسبة 90% أن اللعبة سوف تقوم بإعادة نشر باكج سبق له وأن كان حاضر معنا سابقا يا أخي كريم داخل اللعبة. أتوقع أن يكون باكجين في باكج واحد، أي الباكج نجوم الأسبوع القادم سوف يتكون من 22 نسخة يا أخي كريم، أو على الأقل أن يكون حاضر معنا باكج يتكون من 11 لاعب يا أخي الكريم. ولدي 5 باكجات أتوقع نزولها هذا الخميس، يعني باكج من هذه الباكجات إن شاء الله. أول باكج أتوقع نزوله بنسبة كبيرة هو هذا الذي أمامكم على الشاشة، المتكون من أوديغارد وفان دايك وهيرنانديز وديفيد وهيولوند وباقي النسخ. الباكج الثاني هو هذا الذي أمامكم على الشاشة، المتكون من روبرت ليفاندوسكي، كفاراتسخيليا، دي ماركو وفودين. والباكج الثالث الذي أتوقع نزوله بنسبة كبيرة كذلك وهو هذا الذي أمامكم على الشاشة، المتكون من توني كروز، ديفيد وكوكي وبافارد وباقي النسخ. الباكج الرابع هو هذا الذي أمامكم على الشاشة، المتكون من ديوغو جوتا، ماغاهاليس وفالاوفيتش وفيران توريس وباقي النسخ كما ترون. وآخر باكج أتوقع نزول، وأنا متأكد أن نسخ هذا الباكج سوف تكون يعني نسخ أسطورية إن كانت حاضرة معنا هذا الخميس، وهو هذا الذي أمامكم على الشاشة، المتكون من بيلينغهام، هالاند، ديغلان رايس وهيرنانديز وباستوني وباقي النسخ إن شاء الله. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.